صباح النور مشاهدينا، وزي ما عودتكم دايما هنبتدي في السريع بنصيحة اليوم. نصيحة اليوم هي زي ما كنا بنتكلم مع هبة دلوقتي عن التمارين الإطالة. دلوقتي التمارين الإطالة اللي هنعملها دلوقتي هي من الحاجات اللي بنعملها بس بعد التمرين مش قبل، لأنه بنبقى ماسكين الحركة على الأقل 30 ثانية، وممكن لحد حتى 3 دقايق و4 دقايق، حتى لو قادرين إن أنتوا تقعدوا فيها أطول بيكون أحسن وأحسن، لأنه ده بيساعد على العضلة أنها ترخي، وفي نفس الوقت بتكون ساعات كتير من القعدة من التمرين حتى الجامد وكده العضلات بتبتدي أنها تشد جامد وبتحتاج إن احنا نرخيها، فبالتالي إنه ما بتسمعش حتى في حتة من جسمنا. يعني لو ظهرنا مثلا عاملين تمرين جامد ويبتدي يشد ممكن يبتدي حتى يجيب لنا صداع. فمن المهم جدا ان احنا دايما نعمل تمارين الإطالة لكل أعضاء الجسم من فوق لحد تحت علشان تساعدنا ان احنا نكون حتى في يومنا الطبيعي ماشيين أحسن وحاسين أحسن من غير ما يكون في أي مشاكل. أوكي يلا بينا دلوقتي. النهارده هنبتدي تمارين الاطاله واحنا واقفين، فلو عندكم حتى كرسي وحاسين ان انتم محتاجين مساعده في التوازن فخليه جنبكم عشان يساعدكم. هناخد الاول رجلينا اليمين وهنمسك دلوقتي رجلينا اليمين من فوق، وهنخلي ركبنا دايما جنب بعض، ما يبقاش ركبتنا طالعه لقدام او راجعه لورا قوي، ودايما زي ما بنقول انه رجلينا اللي نكون واقفين عليها نحاول ان احنا يكون في زي تانية صغيرة ما نبقاش شادين رجلينا خالص، ونبتدي ان احنا نركز على التنفس البطيء شهيق زفير شهيق من مناخير وزفير من البق. بعدين من هنا هناخد رجلينا نفس الرجل للجنب، وهنعمل دلوقتي stretching للهامسترينجز أو رجلينا من ورا، نحاول نشد مشط رجلينا على قد ما نقدر، ونرجع تاني لفوق. دلوقتي هنعمل نفس الحاجة، الرجل الشمال هناخدها لفوق، نخلي ركبنا جنب بعض، ونحس بالشد في الكوادرسابس أو الكوادز اللي احنا دايما بنقول عليها، الرجل من فوق. وكل تمارين الإطالة دي برضو حتى لو لسه صاحيين بتبقى حلوة جدا إن هي تفوق وتصحصحكوا حتى قبل القهوة، لأنه بتساعد على إنه الدورة الدموية تمشي في الجسم، فبالتالي بتبتدي تفوقكوا أكتر وأكتر. بعدين للجنب نشد مشط الرجل، نحس بالهامسترينجز، بعدين نطلع بالراحة، وبعدين هناخد رجلين اليمين across، هنعمل زي كأننا قاعدين a figure four، هنطلع رجلينا بعيد عن ركبتنا لفوق، وبعدين هننزل كأننا قاعدين على الكرسي، ونحس بالشد mainly for glutes بتاعتنا، وهنتنفس. كل ما تنزلوا أكتر كل ما تحسوا بالstretch أكتر، ممكن حتى تستعملوا إيديكم إنها تزق الركبة لتحت فتحسوا بالستريتش أكتر. بعدين هناخد رجل دي ننزلها، وناخد دلوقتي رجلينا الشمال هناخدها أكروس عند رجلينا اليمين، ونحاول نبقى بعيد دايما عن ركبتنا، وبعدين نلاقي البالانس ده وننزل بالراحة. بعدين ناخد الرجل دي ننزلها لتحت. دلوقتي من هنا عايزين ان احنا ننزل على المات، هننزل لحد تحت على الكوبرا، نرفع ظهرنا ونحس بالستريتش في الظهر، نتنفس هنا، نحاول على قد ما نقدر ما نقعش جوه الشولدر بليد بتاعتنا، يبقى دايما كتفنا بعيد عن ودننا ونكون activated لورا. ولو حاسين انه هنا
حاسين بشد جامد او مش قادرين تطلعوا لفوق، ممكن ننزل نسميها سفينكس بولز، نطلع لهنا ونتنفس، ونفس الحاجة ما نبقاش واقعين لجوه، عايزين دايما نبقى بعيد وشادين لفوق. وبعدين من هنا عايزاكم ان انتوا تلفوا، تبصوا لورا، رجليكم اليمين، ونرجع تاني ونبص رجلينا الشمال، ونرجع تاني. دلوقتي ننزل على بطننا، ومن هنا عايزاكم تحطوا ايديكوا اليمين نفس الليفل وايديكوا الشمال على نفس الليفل بتاع كتفكوا، ومن هنا هناخد رجلينا الشمال عشان تروح لايدينا اليمين. فهنرفع رجلينا، يعني هوريها لكم بالراحة، هنتني الأول رجلينا الشمال، هناخدها الناحية التانية، وهناخد لحد ايدينا على قد ما نقدر، نخلي ركبتنا بصة لفوق، وممكن تجيبوا ايديكوا الشمال تحت كتفكوا، هتحسوا بسترتش كويس جدا في الكتف اليمين. بعدين هنعمل نفس الحاجة، هننزل بالراحة، ننزل رجلينا، ناخد ايدينا الشمال جنبنا، وهناخد ايدينا اليمين تحت كتفنا، نرفع رجلينا اليمين وناخدها لحد ايدينا اليمين على قد ما نقدر. ودي من الستريتشز الحلوة جدا، بالذات للناس اللي بتقعد على المكتب كتير، بتبتدي تفتح الشست أكتر والأكتاف، بيكون جسمنا مفرود من فوق. وننزل بالراحة تاني. دلوقتي من هنا عايزين نحنا نطلع، ناخد رجلينا اليمين قدام، وعايزين نطلع الهيبس بتاعتنا لقدام، نحس بالهيب فلكسر ستريتش، لأن أوقات كتير من كتر ما احنا قاعدين العضلة دي بتكون مشدودة جامد، وبتسبب انها وجع في الظهر، وبتبتدي برضو انها تسمع في الظهر كله، حتى ممكن تجيب لنا صداع. عايزين ان احنا زي ما قلنا everything is connected، يعني كل حاجة متصلة ببعض، عشان كده مهم جدا ان احنا نعمل stretching لكل جزء من جسمنا. حس بالستريتش في الجزء الشمال، وبعدين من هنا عايزين نزق الركبة اليمين قدام من غير ما نخلي اي حتة من رجلينا أو الفوت اليمين تطلع منها على الأرض. فدي بالتالي برضو في نفس الوقت بتساعدنا على الموبيليتي اللي قلنا عليها، اللي هي قد إيه الرجل أو أي حاجة ممكن تعدي عند أو تتحرك عند المفصل. فدي برضو بتساعدنا على حاجة بنسميها الرينج اوف موشن، يعني قد إيه ممكن مثلاً إن إحنا نعمل سكوات. فهنا الموبيليتي بتاعت الانكل بتاعتنا كل ما تتحسن اكتر وكل ما نشتغل عليها، كل ما تساعدنا ان السكوات بتاعتنا تبقى ديبر. نرجع بالراحه، نخلي ظهرنا مفرود، ونشد مشط الرجل، نعملها مره كمان. ممكن مع الوقت كمان ممكن تبتدوا ان انتوا تحطوا وزن أو زي كاتل بال أو أي حاجة من الحاجات دي تساعد على الركبة إنها تكون طالعة أكتر وأكتر لقدام. ونرجع لورا، وبعدين من هنا ناخد الرجل الشمال نطلعها لقدام، ونحس دلوقتي بالهيب فلكسرز على اليمين. مهم جدا كمان لما تعملوا الستريتشز دي ان انتوا ما تحسوش باي وجع، بس تعرفوا امتى توقفوا قبل ما تحسوا بالوجع على طول، فبالتالي انه تاخدوا الفوائد بتاعت الستريتش من غير ما تسبب اي اصابة. نرجع لورا، نطلع لقدام، نزق الركبة،
نرجع لورا. وبعدين من هنا عايزين ان احنا ناخد ايدينا across، ناخد ايدينا للجنب، وهناخد ايدينا الشمال across ونعمل pulling لجوه. بعدين نرجعها لورا، شهيق زفير. حاول نحس بالستريتش في الشولدر بليدز، يعني المفروض تحسوا بالستريتش لو انا عامله هنا، يبقى ايديا اليمين من ورا هي الستريتش المفروض تحسوا بيه، وكل ما تجيبوها قريبه منكم كل ما يكون احسن، وكل ما تنزلوا حتى الكتف كل ما تحسوا بالستريتش اكتر. بعدين من هنا هناخد الفينجر تيبس بتاعتنا نعمل انترلوكينج ورا، نفتح الشولدرز بتاعتنا هنا، خليها بعيد عن ظهرنا. ولو خدتوا بالكم في دايما تمارين كتير بنحاول ان احنا نعملها في كل دايركشن، يعني لو هعمل هنا لورا بعد كده عايزه اخد نفس الجوينت واطلعه لقدام، اقوص ظهري على قد ما اقدر. بعدين ارجع تاني لورا، ارفع ايدي، وبعدين اكسهيل. And thank you. يعطيك العافية.